مرحبا مشاريع الكرام، مشاريع صوت بيرد انترناشونال وبيروسيتي على الفيسبوك. معكم انا محمد زناتي وزميلي يوسف فواز من احد مداخل عين الحلوه. مثل عم نشوف يعني لا زال الناس والمواطنين حاله النزوح مستمره رغم قرار وقف اطلاق النار يلي ما تنفذ لحد الساعه، ولكن ما زلنا عم نشوف نازحين من المخيمات عم يخرجوا الى هيدي المنطقه، بحيث عم بيكون في بانتظارهم سيارات اجره لا تقل مجانا على كافه المناطق وفي داخل مدينه صيدا. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما عم نشوف نحن هذه الحركه عند مدخل ما يعرف مدخل الحسبه في مدينه صيدا. طبعا الاشتباكات مثل ما عم نشوف ما زال يعني ايضا خروج النازحين من داخل المخيم مثل عم نشوف بهذه عدد زميلنا يوسف فواز. وطبعا مثل ما ذكرنا عم بيكون بانتظارهم هؤلاء الشباب هنا اصحاب السيارات التاكسيات لحتى ينقلوهم ويساعدوهم اذا كان بحاجه لنقل لاحدى مناطق صيدا القريبه. فاذا مشاهدينا الكرام، مشاهدين صوت بيروت انترناشونال، مثل ما كنا بنعرف القرار يلي اتخذ في اجتماع الذي عقد عصر اليوم او ظهر اليوم في مكتب النائب أسامة سعد، والذي أفضى إلى قرار اتخذ بوقف إطلاق النار الفوري وتثبيته. ولكن منذ هذه الفترة حتى الساعة لم تتوقف النيران، فبالتالي لا يمكن الحديث عن فشل هذا وقف إطلاق النار كليا، ولكن من المعلوم أن الكلام على الأرض والكلام مع المتشابكين هو ليس بالأمر السهل، فبالتالي ممكن أن تأخذ بعض الوقت. يعني صدر منذ بعض الوقت عن الشباب المسلم بيان ويقول فيه: ولا عدوان إلا على الظالمين. أهلا الكرام في مخيمنا الصابر الصامد. منذ بداية الأحداث المؤسفة استجبنا والتزمنا مسرعين لكل دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، وحرصا منا على سلامة أهلنا في المخيم، ونحن الآن ملتزمين بوقف إطلاق النار ولن نرد على أي خرق من الطرف الآخر، نسأل الله العفو والعافية. فإذا هذا البيان الذي أصدره تجمع الشباب المسلم في مخيم عين الحلوة، والذي أعلن أنه لن سيلتزم بوقف إطلاق النار. أما من ناحية موضوع حركة فتح، طبعا الكل بات يعلم أن القائد الفتح العموشي كان قائدا ولديه الكثير من المؤيدين والمناصرين، فبالتالي خسارته كانت مؤلمة لهؤلاء العناصر. فبالتالي هل تتمكن حركة فتح كقيادة حركة فتح من ضبط هذه العناصر؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. يعني بكلام لنا مع مسؤول في عصبة الأنصار قال إن نحن حنمون على الشباب اللي مون عليهم شباب المسلم بوقف إطلاق النار، ولكن هل سيلتزم الآخرون بوقف إطلاق النار؟ أما الجماعة الإسلامية على رأس القائد أو رأس أحد قياديها أيمن شناعة قال أنه نحن سنعمل جاهدين على وقف إطلاق النار لو اضطرنا لأن نتدخل على الأرض. طبعا عم نشوف ما زال بعض الناس عم تخرج من الداخل، كان شباب ولا عائلات. خلينا ناخذ شوي مع أصحاب السيارات. يعطيك ألف عافية. من أصحاب السيارات فينا نحكي معكم شوي عن المبادرة اللي عاملينها؟ ألو، السلام عليكم. حبيبي إبراهيم. فإذا خلينا نشوف الشباب التاكسيات اللي كانت متواجدة هون. حبيب إبراهيم، بس سؤال على السريع، عم تشوف هون سيارات تاكسي متواجدة هون دائما؟
عرفت شو عم يعملوا؟ عم ينقلوا عم بيساعدوا العالم عم تجي العالم من جوا يساعدوها عم بيطلعوا عم بيساعدون عم بياخذون معهم بياخذون مطارح بيوصلون وين بدهم. يا كمان انت شفت هون كمطويز هون اي ساعه صار لك هون تقريبا؟ انا من شي نص ساعه. شو عم تشوف؟ والله ناطر اخوي بس. ناطر اخوي كيف معك سياره تاخذه؟ معي سياره. لو جبت ما راح يفوت لك. وشو الاجواء عنده؟ وين باي حي؟ بشارع الفؤاني. وضع صعب عندهم يعني الحمد لله. بس عم بيقولوا في تهدئه. هلا انه في تهدئه ولا شكلكم متخوفين بعدكم؟ والله عادي ما بتفرق معنا تعودنا. تعودتوا حبيبي. يعني فاذا مشاهدينا ومشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك سنكون مع هذه المشاهد. خلينا ناخذ هيك سؤال على السريع. يعطيكم الف عافيه. طبعا سمعنا بالمبادره اللي عم تقوموا فيها، هي عم تنقلوا الناس من مدخل المخيم على مناطق صيدا. خبرنا هذول شعبنا يعني مجبورين نكون حاضرين بهيك ظروف هيك وقت لنشيل شعبنا من الطريق عشان البهدله هاي. بالنهايه شعبنا ودم واحد نحن، فمنشان هيك مجبورين نكون هون بهذا الوقت. اي مناطق عم توصلوها؟ وين ما كان تنوزش بس وين ما بده الراكب عم نوصله. عرفت كيف خيي؟ ما بتتحملوا؟ والله العظيم يعني بدي اقول لك انا سيارتي اجار. ايه. عرفت كيف؟ وبتعرف شو يعني الاجار، بس هاي فدا شعبنا لانه هذا شعبنا. وقسما بالله ما اخذ من حدا فرنج انا من الصبح هون. ومش بس انا اغلب الشوفريه هون يعني. الشوفريه. عرفت كيف خيي؟ إذا نحن وقفنا حد شعر مين يوقف حدنا؟ مجبورين نوقف إن شاء الله يعني، ولا حتى منضحي بدمنا كمان شعبنا يعني. على راسي حبيب قلبي. عافية. يعني فإذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال يعني عم نتابع. أنا والله متابع حبيب قلبي. عم نشوف هذه السيارات التاكسيات يلي عم تجي تصطف بهذه النقطة ولكي تتمكن من نقل المواطنين الخارجين. خلينا نشوف اهل العيال يوسف. اول شيء نطمن على سلامتهم ونشوف من اي منطقه ظاهرين اذا بيقدروا نحكي معهم. الحمد لله على السلامه. من اي منطقه ظاهرين من جوا؟ جبل الحليب. جبل الحليب. شو الوضع ان شاء الله؟ اصوات فاتت على البيت شظيه. فاتت على البيت شظيه. كهرباء ما في، مي ما في. هذا طبعا عم تضطر تضحك. اجباري. هيا يلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يبارك فيك. والحمد لله على السلامة جميعا. الله ان شاء الله يعني ازمة وتمرق. ان شاء الله. يعني عم نشوف ايضا هذه المشاهد لمواطنين عم يخرجوا من مخيم عين الحلوة طبعا تخوفا من تجدد الشبكات. طبعا عم نشوف ايضا سيارات العمومية التي عم تنطرهم هون بهذه النقطة لحتى تقلهم الى مناطق الامنه داخل مدينه صيدا. فاذا هذه العائله الاتيه من منطقه جبل الحليب في مخيم عين الحلوه. يعني بجوله سريعه يوسف اذا بتبين معنا مداخل المخيم وايضا الشباب يلي خارجين والعائلات يلي ما زالت عم تخرج من فإذا هذه العائلات يلي ما زالت عم تخرج من المخيم. الحمد لله على السلامة. طبعا عم نشوف مشاهدينا الكرام نحن هون على مدخل احدى العائلات في مخيم عفوا على مدخل احدى مداخل مخيم عين الحلوه. فايتين هلا لجوا؟ مامنين ما يكون في شيء ولا وضع كيف؟ ما في شيء. باي منطقه انت جوا؟ احنا امشي
فإذا يعني طبعا الجيش اللبناني نحن على مقربة من نقطة للجيش اللبناني. فإذا هذه العائلة انطلقت. حاجة أي منطقة هلا ناويين تروحوا أنتم تكملوا مشواركم؟ على الهلالية. على الهلالية عندكم عائلة فوق أو رايحين على مطار؟ أقارب يعني أقارب. أصدقاء والله. أنا راجع على البيت. راجع على البيت؟ مش رايح معنا أنت؟ لا. ليش راجع على البيت؟ ما بخاف على إنه تكون في تجدد الشبكات الليلة؟ ربك اللي بيستر. شفنا كثير. شفت كثير. قلت ممر حضرنا كل الحضارات. على الله. يلا الحمد لله على السلامة. الله الحمد لله على السلامة. هد النفوس. الحمد لله على السلامة حاج. مقطوع من خبز ما يعني هناك بعض الأشخاص اللي عم يفوتوا ربما لهم عائلات وأقارب ما زالوا داخل المخيم فعم بيدخلون أكل أو بعض المؤن. أنت صاحب سيارة؟ صاحب سيارة؟ طب منا شو المبادرة يعني فيها؟ عم تاخذ عيال اي منطقه بتاخذ عيال؟ والله انا كنت طالب من المخيم طلعت واجوا ينطوني ما كنتش اخذ مصاري. وين عم تصون اي مناطق؟ وصلت عند السراي. عند السراي على المنطقه. وصلت عند السراي وصلت حد براس كمان حد عالم. وإسا مخدين احنا هلبين مخدين الزبادي معنا والبطيخه معنا مخدينها معكم. يعافيكم الف عافيه. الله يعافي. يعني فإذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتيتي على الفيسبوك يعني بحسب ما عم نسمع انه هدأت بعض الشيء الشبكات نسمع بين الحين والآخر بعض القذائف وبعض الرصاص ولكن خفت حدتها كثيرا. مشاهدينا يعني حتى الساعة مثل ما عم نشوف حركة النزوح ما زالت مستمرة عند مدخل عين الحلوة في منطقة الحسبة. مثل ما ذكرنا أيضا عديد من السيارات هنا سيارة الأجرة متوقفة للمساعدة ولتأمين يعني سلامة المواطنين ونقلهم إلى مناطق آمنة. طبعا عم نشوف أيضا بعض الأشخاص اللي عندهم ما زال أقارب بالداخل عم بيحاولوا يفوتونهم أكل أو يحاولوا يفوتوا لعندهم. وأيضا عم نشوف بطبيعة الحال نزوح لمواطنين من داخل المخيم باتجاه المناطق الآمنة. فإذا مشاهدينا الكرام كنا معكم بهذا البث المباشر كان معكم محمد زنتي وتفاويل صوت بيروت انترناشونال.